أيضا أيها الإخوة هناك السائد، وهؤلاء العوام وأشباههم من الدهماء يقولون: هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقعة وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة؟ مستحيل مستحيل، كل هؤلاء مقطوعون وأنت على صواب. لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل 100 سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفا وزندقة ومحض هراء علمي إذا تعلق الأمر بالعلوم، أما اليوم فهو السائد. ما رأيكم؟ صحيح. كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء، ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا، ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة، غير صحيح. تم التغيير على يد الاستثنائيين عتقاء أسر كل هذه الحواجب، السائد والشائع والموقب والشهرة واللقب، كل هذه حواجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق. هناك أناس استثنائيون هم عتقاء متحررون من كل إسار أيها الإخوة، من كل أسر لهذه الحواجب، ولذلك هؤلاء أيها الإخوة هم أصحاب الجسارة والجراءة على أن يسألوا السؤال الذي لم يسأل بعد: طب لماذا كان كذا كذا؟ لماذا لا يكون الأمر على النحو الفلاني مثلا؟ يسألون مع أنهم سيتهمون بالغباء وسيجفون أيها الإخوة، سيعزلهم المجتمع العلمي أو حتى المجتمع العام، لكن في النهاية بعضهم يثبت أنه على حق. لقد فعلها كوبرنيكوس مثلا وأثبت أنه على حق، مثلا فعلها ألبرت أينشتاين وأثبت أنه على حق، مع أن البشرية آلاف السنين كانت تصادق على عكس ما قال تماما، لكن هذا الاستثنائي فعلها، وهذا الاستثنائي هو الذي خلق السائد. سائدك أنت، كن استثنائيا لتخلق سائدك. أحد الفلاسفة الكبار كان يقول: اخدموا غرابتكم. كلمة عظيمة جدا، اخدموا غرابتكم، اشتغلوا على غرابتكم. إذا رأكم الناس غرباء تأتون بأفكار بشعة، بأفكار غير مقبولة، تناقض السائد، أنتم غريبون غير عاديين، ممتاز، اعملوا على هذا، لأنكم في النهاية ستخلقون سائد الآخرين ولو بعد 100 سنة، فاخدموا غرابتكم.